هل يمكنك تخيل قضاء يوم كامل بدون علكتك المفضلة؟ إذن ربما تعرف أن مضغها أثناء الحصة قد تكون مهمة صعبة. نعم، نكهتي المفضلة. 1، 2، 3، انفخي. لقد أخفتني يا لالي. وإن أعطيتني علكة فسأسامحك. كيفن، لا يمكنك سرقة علكتي هكذا. إن كنت بحاجة إلى إخفاء علكتك، فقد يكون الحل أمامك مباشرة. إن كان لديك قلم تحديد، فأحضر المشرط واقطع رأسه البلاستيكي. ثم ضع بعض الغراء الساخن على الرأس الذي قطعته للتو. ألصق الرأس الآن على طرف علبة العلكة. إن كان بإمكانك طباع شعار القلم على لون مطابق، فقد حصلت على موزع علكة سرية. لن يعرف أي أحد أنه يمكنك مضغ العلكة أثناء تحديد ملاحظاتك المهمة. سنحافظ على سرنا الصغير، اتفقنا؟ لالي، هل تمضغين علكة؟ لكن أين العلكة؟ لا أراها على طاولتك. وذلك لأنها مخبأة في قلم التحديد. المعذرة يا كيفن، ما لا يعرفه لن يؤذيه، صحيح؟ لقد تأخرت يا آنسة، ومعك مشروب، وهذا غير مسموح. يا إلهي، لقد اشتريته للتو. مرحبا يا أستاذة، أسف على التأخير، يصعب التنقل في هذه الممرات أحيانا. حسنا، إلى مكانك. يا إلهي، حلقي جاف، كنت سأشرب عصير البرتقال ذلك. كيفن، هل لديك مشروب يمكنني أخذ رشفة منه؟ يا إلهي، لماذا يسيل لعابك فجأة؟ مرحبا، أنت هناك؟ عندما ترغب بشيء بشدة فقد تبدأ في رؤيته. لكن اتضح أن كيفن يعرف كيفية إدخال شراب إلى الصف خلسة. لهذه الحيلة، أحضر غطاء هاتف بلاستيكي وأزله من هاتفك. ضعه على كيس بلاستيكي وقم بتخطيطه على الكيس باستخدام خطاط. حالما تنتهي، أزل غطاء الهاتف وقص التخطيط بمقص. الآن ستصبح لديك قطعتين. ثم أحضر شريطاً من ورق شمع وضعه على الحواف المتقابلة للقطعتين قبل الضغط عليه بمكواة ساخنة. كرر ذلك لثلاثة من الجوانب الأربعة. يجب أن يبدو كجراب بلاستيكي صغير. الآن أحضر غطاء علبة عصير كهذا وضع الغراء حول قاعدته. قبل أن يجف، ضعه في الفتحة الصغيرة للجراب حتى يعمل كفوها. بعد ذلك، أحضر مشروبك المفضل وصبه في الجراب حتى تملأ معظمه. لا تنسى إعادة الغطاء. وأخيراً، ضع بعض الغراء الساخن على الجزء الخلفي من غطاء الهاتف. الآن ألصق الجراب على الغراء. وحالما يجف، أعد الغطاء إلى هاتفك واستمتع بالعصير من مخبئك السري الصغير. هل تريدين رشفة؟ الحمد لله، ظننت أني سأموت. وعندما يأتي الأستاذ فلا تقلق، فمخبأك محكم. نعم، لا تمكن رؤيته. حسناً، انتهيت من الصندوق الأخير. الانتقال لمنزل جديد أمر صعب، لا يتوقف المرح أبداً. لن يصل الأثاث إلا بعد يومين يا حبيبي. من حسن حظي أن لدي مرتبة قابلة للنفخ. أين مضخة الهواء؟ أقسم أني أحضرتها. هل تعتقد أنك تستطيع نفخ المرتبة بأكملها يا كيفن؟ أوه، هل الجو يزداد حرارة هنا أم ماذا؟ من الأفضل أن أخذ استراحة. مهلاً، ربما يمكنني صنع مضخة بنفسي. لصنعها ستحتاج إلى قارورة بلاستيكية فارغة. اقطع الجزء العلوي منها وضعه في رأس مجفف الشعر. أنا مسلح وجاهز. ضع المضخة المؤقتة في فوهة المرتبة، شغلها وشاهد الهواء يقوم بسحره. الأمر أشبه بمشاهدة خبز ينتفخ في الفرن. وانتهيت. هذه المرتبة مريحة كثيراً. قد لا أحتاج حتى إلى سرير حقيقي أو مضخة الهواء الأصلية بالمناسبة. لقد كانت مباراة مذهلة، وكان فوزاً مستحقاً بالتأكيد. ها؟ ما هذا؟ ما أجمل الاستحمام وسط الفقاعات. لالي تستحم. سأعود لاحقاً للاستحمام، فقد تستغرق وقتاً طويلاً. أوه،
كان ذلك مخيفاً! أتذكر الآن سبب عدم حبي للاستحمام في الحوض! كيفن؟ ما الذي تفعله كل هذه الأغراض هنا؟ هل سيمانع إن استعرت هذه؟ ضع شريطاً لاصقاً بوجهين على ظهر وسادة الرقبة. انزع اللصقة وألصق الوسادة على جانب حوض الاستحمام حيث تضع رأسك، ثم استرخي واستمتع بحمامك. لا أحد سيغرق هنا اليوم. بعد أخذ حمام ساخن تشعر براحة كبيرة عند ارتداء المنشفة. المعذرة؟ من حسن حظي أنه لم يرني أي أحد. سأحاول ارتداءها مرة أخرى. صباح الخير يا باكي. المعذرة، هذا أشبه بكابوس حقيقي. ما هذه الأشياء؟ فالكرو؟ من المؤكد أنه سيساعدني. لتجنب سقوط المنشفة المحرز، ضع بعض الغراء في زاوية المنشفة ثم ألصق قطعة فالكرو عليه. والآن كرر نفس الشيء على بعد بضع بوصات وألصق قطعة الفالكرو الأخرى. والآن يمكنك التأكد من أن المنشفة لن تسقط. سأبدأ يومي مع بعض الرغوة. سأحتاج لهذا الصابون. رائحة هذا الصابون الجديد منعشة. أين يمكنني وضعه؟ هنا؟ أو لا؟ انتبهي لخطواتك يا بلا، إنها تسقط. ماذا يحدث؟ من الأفضل أن أتحقق من الأمر. هل أنت بخير يا بلا؟ قد انزلقت بسبب الصابون. ساعديني، أكره هذا الموقف، لكن ربما أستطيع مساعدتك. بمسدس الصمغ الساخن يمكنك صنع حامل للصابون على سطح حوض الاستحمام. استخدم صمغاً لامعاً إن أردت. عندما تنتهي من صنع شكل مربع، أضف نتوءات صغيرة كهذا، وحالما يجف الصمغ ضع الصابون عليه. على الرحب يوسا. هذا رائع يا فيكي، شكراً. الآن يمكنك الغناء من أعماق قلبك، لكن ربما بدون رقص. سأضعك هنا. من قد يكون؟ مرحباً. لي أنا؟ شكراً جزيلاً. أراهن أنه البنطال الذي طلبته من السوق الإلكترونية. هو أجمل من الصورة. من الأفضل أن أرتديه. كيف يبدو؟ لماذا محيط خصره واسع جداً؟ لقد اتبعت جدول المقاسات. أعتقد أنه يمكنني محاولة تعديله بنفسي. هل يمكن أن يساعدني هذا الخيط؟ أجل، مرري الخيط عبر فتحات الحزام، لكن لا تمرريه في آخر فتحة في الخلف. عندما ترفعي الخيط وتشديه، خذي الطرفين السائبين للخلف واربطيهما. تأكدي من ربطهما بإحكام، ثم دسي العقدة في البنطال. وبعد ذلك دسي بقية الخيط حول الخصر. والآن لا يمكنك رؤية الخيط، وأصبح الجينز ضيقاً كما تحبين. حصة الفنون، المكان المثالي للتعبير عن مشاعرك. هذا ليس سيئاً. يبدو أني أمتلك موهبة في رسم الحياة الساكنة. أين فرشتي السميكة؟ هيا. لا، تلطخ رباط سترتي بالطلاء. يا لها من فوضى كبيرة. هذا مؤسف. لماذا لا تفعل مثل ما فعلت؟ لن يتسخ رباط سترتك أبداً بهذه الطريقة. دعني أريك. لف الرباط حول إصبعين بهذه الطريقة، ثم اتبع هذا النمط.
حالما تصل إلى نهاية الرباط دسه في منتصف الدائرة التي صنعتها، اسحبه بقوة ثم انتقل إلى الجانب الآخر. واو، هذا رائع، شكراً. شكراً، وأصبحنا متطابقين الآن.